حياكم الله مشاهدينا مره ثانيه. اكيد شفنا قبل شوي الحديث راح يكون عن الاطفال وعن التطعيم اللي يمكن ليله من الاسبوع اللي ماضي قلنا انه بدوا يطعمون بفيروس كورونا وغيره من هذه الامور اللي تمكم. اي سؤال عندكم من خلال هاشتاج ليالي الكويت ان شاء الله راح نستقبله من خلال حلقتنا. نرحب بوجود الدكتور خالد كلندر، حياك الله، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، الله يحييك ومساكم صحة وخير وعافية إن شاء الله. آمين آمين أجمعين يا رب العالمين. دكتور خالد، بداية ودنا نعرف تقييمك للوضع الوبائي بشكل عام، وإذا هناك في مؤشرات لانتهاء موجة أوميكرون. ما زلنا نعيش الموجة الثالثة اللي سببها أغلب الأحيان المتحور أوميكرون. الاجتاح الصراحة الكثير من البلدان حول العالم. حاليا يمكن المتابع حق الوضع يشوف أن عدد الإصابات اليومية مستقرة، ما في ارتفاع أكثر مما عليه، ولكن ما زال عدد الدخول إلى المستشفى وإلى العناية المركزة ثابت خلال الأيام الفائتة. لما نقارن أو ناخذ خبرات الدول اللي سبقتنا في هذه الموجة، شفنا ان بالفعل خلال اسابيع من صعود هذه الموجه، خاصه الدول اللي عندها ارقام التطعيم عاليه او نسبه التطعيم عاليه، شفنا ان بالفعل بعد اسابيع من وصول الذروه بدات الارقام بالتنازل. بالبدايه ارقام الاصابات، ثم ارقام دخول المستشفى والعنايه المركزه والوفيات. نعم، هذا بشكل عام. احنا اليوم نبي نتكلم شوي عن الاطفال. دكتور، مع بدايه ظهور كورونا احنا بالكويت ودول العالم كانوا يقولون ما ينتقل حق الأطفال، كانوا عايشين بدايتها أمورهم عادية وطبيعية. بعدين شفنا لا والله في حالات تخلط، في من المواليد اليدد. اليوم عندنا بالكويت شنو الوضع العام بالنسبة حق الأطفال؟ طبعا فكرة أن الأطفال محميين 100% من هذه الجائحة هي فكرة خاطئة ومعلومات خاطئة. هذه الأطفال نعم هم أقل عرضة من الكبار مقارنة بالمرض الشديد والحالات الإصابة حتى، بس لما نأخذ كأرقام بالكويت عندنا مثلا، في أول ما أتكلم عن مستشفى جابر، في سنة 2020 كانت حالات الدخول إلى المستشفى 500 حالة للأطفال من عمر من المواليد الى عمر 12 سنه، لكن ال 500 حاله كان بينهم اطفال. حتى بالبدايه كنا مو عارفين شلون نتصرف مع هذه الجائحه، فحتى الاطفال اللي كان ما عليهم اعراض او اعراض خفيفه كنا دخلهم المستشفى. الى ان بعدين صارت عندنا معلومات اكثر، بدايه الجائحه او شهرين ثلاثه على قبل الجائحه خلاص صاروا الاطفال اللي فعلا يحتاجون دخول المستشفى كانوا يدشون المستشفى. في سنه 2020 حالات دخول العنايه المركزه في مستشفى جابر كانت 27 حاله. في سنه 2021 مع الموجة اللي سببها المتحور دلتا، حالات دخول المستشفى كانت 350 حالة تقريبا أو أقل شوية، لكن حالات دخول إلى العناية المركزة زادت، كانوا قريب 60 حالة دخول العناية المركزة. الحين بالموجة هذه اللي سببها المتحور أوميكرون، من بدايتها بداية شهر واحد إلى الآن كانت تحكي عن 270 أكثر من 270 حالة دخول العناية المركزة ولا للجناح. انزين، مع حالات يوميه دخول بشهر واحد، العناية المركزة والسنه تقريبا 27، بشهر واحد هذا مقارنه مع السنه كامله، كأن الارقام بدات تتقارب. ففكره ان الاطفال محميين من هذه الجائحه هي فكره مغلوطه. الاطفال عرضه لهذه الجائحه ولو كانوا بصوره اقل مع الكبار، ولكن ايضا مقارنتهم مع الكبار هي مقارنه غير عادله. الاطفال نادرا ما يدخلون المستشفى، الاطفال نادرا ما يدخلون العناية المركزة، ونادرا جدا ما تحدث حالات وفيات عند الأطفال. دكتور، ما هي الفئة العمرية اللي قاعد تدخل المستشفى من الأطفال؟ من المواليد إلى 12 سنة، حتى المراهقين قاعد يشون، أيضا المراهقين قاعد يشون، لكن قاعد يشون تحت قسم الباطنية طبعا. ولكن أنا قاعد أحكي عن الأرقام من عمر صفر، من مواليد توهم مولودين قاعد يتعرضون حق فيروس الكورونا، وبعض الأحيان ارتفاع بالحرارة، بعض الأحيان يحتاجون إلى عمل فحوصات ومحاليل الوريدية. أطفال من عمر 5 إلى 11 سنة أو تحتها في جميع الأعمار، ما في استثناء. بس الأطفال ممكن يكون فيهم أمراض مزمنة ولا هم ناس عاديين من غير اي امراض؟ نعم صحيح، اغلب الاطفال اللي ينتهي فيهم المرض الى المرض الشديد والحاجه الى دخول المستشفى والعنايه المركزه هم من فئه الاطفال ذو الاختطار العالي اللي عندهم امراض مزمنه وغيرهم من الاطفال او غيرهم من الامراض. ولكن هذا لا ما يمنع ان هناك اطفال اصحاء لم يعانوا اي مشاكل صحيه من اول ما ادى فيهم هذا المرض لدخول المستشفى. بالعكس، بصوره يوميه قاعد نشوف حالات دخول الاطفال من بين 12 ل 15 طفل. صح اغلبهم عندهم مشاكل صحيه، ولكن منو ما من الاطفال لا يعاني من ربو او لا يعاني من سمنه او لا يعاني من امراض ممكن مزمنه تعتبر من اعراض الاختطار
صار للمرض الشديد دخول المستشفى. نعم دكتور خالد، منذ بداية الجائحة إلى الآن الدراسات أظهرت أن الأطفال لا ينقلون الفيروس، هل هذه الدراسة صحيحة أم لا؟ ولماذا الآن التطعيم وقت الأوميكرون، وقت موجة أوميكرون، الألفا، البيتا، الدلتا، لم يكن هناك تطعيم نفس ما تفضل؟ صح. طبعا الأطفال صح لأسباب عديدة، أهمها عدم وجود عدد كافي من مستقبلات في الجهاز التنفسي اللي تخليهم خلي فرصة أنهم يلقطون المرض أعلى، وكذلك خلي فرصة ينقلون المرض أيضا أقل، كانوا أقل عرضة للمرض وأقل عرضة لنقل المرض، ولكن هذا لا يعني غير صحيح أنهم لا ينقلون 100%، هم معرضين للمرض، هم معرضين لنقل المرض أيضا. وأيضا امتلاك المتحور أوميكرون القدرة القوية على الانتشار خلتهم أكثر معرضين للمرض وأكثر معرضين أيضا لنقل المرض لغيرهم من الأطفال. طبعا التطعيم لهذه الفئة العمرية ما طلع إلا بعد استكمال دراسات الأمان والدراسات الكفاءة لهذا التطعيم، فلم تستكمل إلا يعني الفترة الأخيرة على هذه الفئة العمرية. وطبعا تراجع هذه الدراسات من جهات محكمة تحكيم دقيق جدا، ثم تم الترخيص لهذا التطعيم. وبالفعل بلدان سبقتنا فيه، يمكن صار لنا بعض الدول صار لها شهرين الحين تعطي التطعيم، وفي الولايات المتحدة قريب 9 ملايين طفل بالفئة العمرية من 5 سنوات إلى 11 سنة تلقى التطعيم. نعم عندنا بالكويت يعني من 5 سنوات إلى 11 سنة تم التطعيم من الأسبوع الماضي. صحيح. فأولياء الأمور بشكل عام طبعا عندهم هذا الخوف، احنا لما طعمنا خفنا من أعراض تصير لنا أو مثلا أشياء ممكن تصيبنا بعد هذا التطعيم، ولا اليوم نسولف فيها. بالنسبة حق الأطفال، هل يعني تم وجود أي مثلا آثار جانبية بعد هذا التطعيم؟ طبعا تخوف الأهالي هو تخوف يعني طبيعي، أكيد أي شيء جديد، أي شيء عليه كمية معلومات يعني هائلة تلاقيها موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي ممكن تضلل الأهل، فدائما نقول لهم ردوا حق المصادر الرسمية، ردوا حق أطباء الأطفال اللي تراجعونهم بصورة والمطلعين على هذه الدراسات وعندهم القدرة على قراءة الدراسات. الدراسات الطبية ليس مجرد أرقام تنطرح، هي مهارات يتعلمها الطبيب عشان يقدر يطلع المعلومة ويقول هذه المعلومة تنطبق علي ولا تنطبق على عيالنا ولا ما تنطبق. طبعا الدراسات الأمان كانت واضحة، وفي أثناء دراسة الأمان لم يلاحظ أي أعراض جانبية غير متوقعة. في دراسات أجريت أيضا بعد تلقي الأطفال، مثل ما قلنا بالولايات المتحدة تقريبا 9 ملايين طفل من هذه الفئة العمرية تلقى التطعيم ولم يلاحظ أي يعني أعراض جانبية غير متوقعة. هناك مجموعة قليلة يمكن 12 طفل اللي جتهم أعراض جانبية غير متوقعة كانت، وكلهم تعافوا من غير أي مشاكل. حتى 12 هذيلة طفل تعافوا من غير في أي حالة وفيات، ما في أي حالة وفيات، ما في أي حالة مرض شديد. وأيضا المضاعفات الجانبية مقارنة مع الكبار والبالغين أقل، لأن الجرعات أقل، جرعة الأطفال بهذا العمر يعني تعتبر ثلث الجرعة اللي يأخذونها مثلا الأطفال المراهقين. وبالتالي المضاعفات الجانبية المرتبطة بالجرعة زين راح تكون أقل عند الأطفال، وهذا بالفعل اللي لاحظنا عندهم. ممتاز دكتور، راح نرجع لك لكن بعد ما نشوف هذا الاستطلاع حول رأي الناس بتطعيم الأطفال، نشوفه ونكمل باقي حوارنا مع الدكتور خالد كلندر. بالضبط، لازم نطعمون عشان ما تمرضون، يعني الأطفال فيهم براءة موجودة عندنا، احنا ندور هالدراسات وما نعرف يمكن نقراها وندخل في السوشيال ميديا ونقرأ بعض الإشاعات. لكن دكتور يعني في ناس تقول ان في أطفال تم إصابتهم كورونا صارت فيهم أعراض عالجناها نفس الإنفلونزا العادية، اليوم أنا ليش مضطر أني أخذ عيالي وأروح أوديهم وناخذ هذا التطعيم؟ طبعا لا يوجد هناك وجه مقارنة بين الإنفلونزا والكورونا. والإنفلونزا يعني نعرف التعامل معها، حالات الوفيات فيها قليلة جدا، مرض موسمي وينتهي. مرض الإنفلونزا عندنا تطعيم حقه فعال، وعندنا كذلك أدوية علاجية حقه. مرض الكورونا مرض جديد بالنسبة حقنا، وإن كان يعني لدينا سنتين من الخبرة حين التعامل معه. مرض الكورونا يعني مو مرض عابر وبس، بعض الأطفال أدى فيهم الدخول المستشفى مثل ما قلنا المركز، وهناك حالات وفيات سجلت أيضا في دولة الكويت. مرض كورونا هناك ما يسمى باللونج كوفيد أو الكورونا على المدى الطويل. رأينا بعض الأطفال عانوا من مشاكل بالجهاز التنفسي ومشاكل بالتركيز ومشاكل أيضا بالشهية، فقدان الشهية، بعض
بعد الكورونا، وإن كانت النسبة قليلة يعني ممكن 1 من 1000، ولكنها يعني طفل واحد يكون كفاية. كذلك هناك متلازمة جديدة تم توثيقها بعد آثار الكورونا، وهي متلازمة التهاب العام متعدد الأعضاء، وهذه المتلازمة تؤدي إلى التهاب عام عند الأطفال بعد إصابتهم بالكورونا، ممكن يؤثر على العديد من الأعضاء منهم عضلة القلب، منهم جهاز التنفسي والدماغ، وبالتالي التطعيم ليس حماية فقط من المرض ودخول المستشفى، ولكن أيضا يعطي حماية من هذه المتلازمة، وأيضا حماية من اللي هو المضاعفات اللي نشوفها على المدى الطويل من الكورونا. نعم، الآن دكتور خالد هذا يقودني إلى السؤالين. السؤال الأول هو كيف يفرق بأهل الطفل ما بين أعراض الكورونا وأعراض الإنفلونزا العادية، خصوصا نحن في فصل الشتاء تحوش الأطفال موجات البرد أو نزلات البرد؟ طبعا يعني حتى نزلات البرد تسببها يعني مجموعة من فيروسات الجهاز التنفسي، تكون بالعادة نشلة وكحة خفيفة تستمر مدة 2 إلى 3. إنفلونزا الموسمية بالعادة مرض شديد، حرارة عالية 40 توصل درجة حرارة، تستمر كذا يوم، معاها ممكن استفراغ وتكسر بالجسد وصداع. الكورونا ممكن الاثنين، ممكن الأعراض مشابهة حق نزلات البرد أو إنفلونزا الموسمية أو حتى أمراض الجهاز الهضم، ممكن الطفل يكون بس عنده استفراغ وسهال عزكم الله. الطريقة الوحيدة عمل الفحص المنزلي أو عمل PCR للتفريق بين هذا والتشخيص الدقيق. بالنسبة حق الأعراض يعني دكتور، إذا صارت في الأعراض وصار في كورونا، هل يأخذ مناعة نفسنا الكبار؟ ممكن يخالط ناس أيضا يكون مصابين كورونا وما يتأثر؟ نعم، يعني جهازهم بعد الإصابة بالكورونا راح يبني أجسام مضادة. أجسام المضادة هذه مثل الكبار، الأطفال أيضا يعطون أجسام مضادة، يمكن أجسام مضادة مالتهم بعد التطعيم، دراسات تمت بعد التطعيم يعني لقيت أن أجسام المضادة حتى أعلى نسبتها من الكبار تستخدمنا حتى مع الجرعات الصغيرة، فبالتالي هناك حماية بعد الإصابة، ولكن هذه الحماية بين الدراسات أنها قصيرة الأمد، وربما لا تكون فعاليتها مثل فعالية التطعيم. نعم، هل الآن التطعيم ربما يقي كذلك من الإنفلونزا الموسمية بما أنه يرتفع عدد الأجسام المضادة عند الطفل؟ للأسف الجواب باختصار لا. الإنفلونزا الموسمية هناك أجسام مضادة خاصة لها، كذلك الكورونا هناك أجسام مضادة خاصة له، وبالتالي الارتفاع أجسام المضادة لكورونا ما يحمي الإنفلونزا، وبالعكس صحيح. نعم، لما شفنا الحملة الخاصة بالأطفال كان تركيز يعني بالبداية على الأطفال المصابين بأمراض مزمنة، بالنسبة حق الناس العادية إذا تبي تسجل شنو الطريقة، وهل ممكن استقبال أطفال عاديين اللي ما يعانون من أي مرض؟ بالفعل يعني التطعيم حماية للأطفال اللي عندهم أمراض مزمنة، وهم دائما أولوية طبعا، لأن مثل ما قلنا عندهم أمراض مزمنة هم عرضة للدخول المستشفى أكثر من غيرهم من الأطفال، ولكن هذا لا يمنع أن كل الأطفال يقدرون يأخذون التطعيم، لأن أصلا راح يقلل من احتمالية، وهي بالنهاية احتمالية. ما هو أفضل أنك يحوشك المرض ولا أنك تأخذ التطعيم وحوشك المرض حتى وانت عقب ما تأخذ التطعيم؟ طبعا دراسات بينت أن الأطفال الأصحاء اللي مطعمين حتى يعني حاشهم المرض فرصتهم الدخول المستشفى قليلة جدا، أقل من غيرهم، وفرصة المضاعفات الجانبية أيضا أقل. وبالتالي ننصح الكل سواء الطفل عنده أمراض مزمنة أو ما عنده أمراض مزمنة يقبل على هذا التطعيم اللي هو يعني طبقة حماية أساسية وأولية، وإن شاء الله يعني شيء يعني يخليهم يستمرون في المدارس، شيء يخليهم يعني يعطيهم ثقة أكثر ويعطيهم حماية أكثر إن شاء الله. نعم دكتور، إذا بودي أتكلم عن الجانب النفسي للأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا. إحنا الكبار إذا سمعنا أن أحد في كورونا، يعني الكبار لا سمعوا يخافون هذا صار في فيروس كورونا، الكبار يرتعبون، فما بالك بالأطفال اللي يصيبهم تصيبهم الكورونا، شلون تتعاملون وشلون صحتهم النفسية؟ طبعا يعني هذه يعني نقطة جدا مهمة صراحة. الجانب النفسي أو تأثير الجائحة على الأطفال لم يكن تأثير صحي فقط، فهناك جانب تطوري، جانب نفسي، وجانب عاطفي. عزلة الأطفال وأنهم انهدوا على المدارس، أو كمية المعلومات اللي ترى الأطفال الحين أذكياء مثل أول، الحين عندهم القدرة على وصول المعلومة، وهم معرضين حق كمية معلومات سواء من أصدقائهم أو من السوشيال ميديا ممكن تكون مغلوطة حوالين المرض أو حوالين التطعيمات أو حوالين مثلا، أو حتى ممكن يخافون على أهلهم من هذا، إذا ما يخاف على نفسه يخاف من أهلهم. فمهم وايد إحنا كأولياء أمور نقعد مع عيالنا نفهمهم أن هذا المرض بالنسبة
بالنهايه هو مرض خفيف، احنا خفيف على اغلب الاطفال، وبالتالي احنا ناخذ الحذر عشان ما نكون من الاطفال اللي يدشون حق المستشفى وبالتالي ناخذ التطعيم. كذلك نفهمهم ان يعني ان لازم نكون حذرين بغير خوف، يعني ما في داعي للخوف، خلاص الحين نتعايش احنا مع هذا الواقع الجديد وناخذ الاحتياطات، ناخذ يعني نستمر في مثلا غسل اليدين باستمرار، نستمر يعني نوخر عن الاماكن المغلقه المزدحمه وناخذ التطعيم، وهذه كلها اسلحه. نعم. يعني اللي تعزز شويه من ثقه الطفل. نعم. ماذا عن الجانب النفسي للاطفال الذين دخلوا المستشفى؟ 43 حاله اتوقع ذكرت انهم دخلوا مستشفى جابر او اكثر. حاليا يوجد حالي. يعني نعم. اكثر من 40 حاله في مستشفى جابر من بدايه السنه، فوق ال 270 حاله. طبعا للاسف دخول الطفل المستشفى يعني يؤثر سلبا على نفسيته، يبعد عن المدرسه، يعني خوف الرعب الموجود اللي يصير عندهم، المحاليل الوريديه، التدخلات الطبيه، هذا كله يعني يؤثر سلبا على صحه الطفل النفسيه. وهناك بعض الاطفال اللي للاسف مكثوا فتره طويله في المستشفى ايضا تعرضوا الى يعني مشاكل نفسيه من بعدها، ورهاب من المستشفى، قلق مزمن. فالمهم ايضا الانتباه على هذه الجوانب. ايضا اثر ساعه مو بس دخول المستشفى، ساعه اثر المرض نفسه يؤثر سلبا على نفسيه الطفل. هناك دراسات بينت ان الاصابه بمرض كورونا عند بعض الاطفال ممكن يسبب لهم مشاكل نفسيه تستمر مده اسابيع على الاقل. اكيد يعني الله يعينهم، يعني الاطفال احنا الكبار تعبنا من هذا أكيد. المرض، وهم بعد اكيد يعني ان شاء الله يزول بالقريب العاجل. عندنا هذا السؤال دكتور من ابو سليمان بتويتر، يقول يعطيكم العافيه، ولدي عمره 10 سنين وتو متعافي من كورونا، متى اقدر اطعمه علما بان فيه G6PD؟ طبعا G6PD هو انيميا الفول يسمونها، او انيميا البقوليات. لا يوجد تعارض بينه وبين تطعيم الكورونا، يقدر ياخذه، ولكن بما انه اصاب بفيروس الكورونا فهناك الطفل يعني عنده اجسام مضاده، وبالتالي نصاب بعد 28 يوم. 28 يوم هذه الاجسام المضاده، يعني بعد 28 يوم يسجل يقدر ياخذ التطعيم ان شاء الله. يقدر ياخذ التطعيم. يمكن نعم. قبل شوي بعد ليلى سالتي عن المستشفى وشلون الاطفال الموجودين داخل، اولياء الامور هل ممكن يزورونهم يقعدون معاهم خلال هذه الفتره، ولا شلون يتم التعامل معاهم؟ طبعا اكيد الطفل ما نقدر نخليه بروحه، للاسف العنايه المركزه ما نقدر، يعني العنايه المركزه الطفل للاسف قاعد يعني ينفصل عن اهله، لكن لما يكون في الجناح يكون احد اولياء الامور موجود وياه اكيد. نعم. الآن دكتور بالنسبة لتطعيم الأطفال، هو موجود في مركز مشرف بمواعيد، هل هناك توسع لانتشاره في اكثر من مركز صحي في البلاد؟ طبعا هذا الامر حاليا مثل ما تفضلتي يا استاذ، موجود التطعيم عن طريق التسجيل بالمنصه وتروح حق مركز التطعيم في مشرف. اذا تبين هناك حاجه او زادت الاعداد او ان هناك صعوبه على بعض الناس اللي يوصلون بالفعل، يعني اكيد هناك راح يكون خطه لتلقي او توفير اللقاح يعني في اماكن كان اسهل على الناس الوصول له. نعم. حضرتك استشاري طب اطفال، يعني عندك طريقه في انك تصل الى الطفل واولياء الامور بطريقه احنا يمكن ما نفقهها او ما نعرفها، فشنو ممكن تقول لهم في نهايه اللقاء؟ نصيحتي يعني حق الناس، اول شيء يعني ما في داعي للقلق، هناك داعي للحذر. زين للحين صحه ان الجائحه لم تنتهي، خفت الحالات والجائحه لم تنتهي، دائما اخذوا معلوماتكم من المصادر الرسميه، لا تنتبهون على مسج وصل من هني ولا معلومه من هناك ولا فلان تكلم، هناك هيئات رقابيه، هناك منظمات عالميه مختصه في طب الاطفال مثل الاكاديميه الامريكيه لطب الاطفال، اللي يعني هذه الاكاديميه تخيل فيها 67,000 طبيب اطفال منتدب لها، الجمعيه الكنديه لطب الاطفال، هناك العديد من الجمعيات العالميه اللي تنصح بشده باخذ تطعيم الفئات العمريه الصغيره، مثل ما قلنا هي ما انصحت بهذا الشيء الا بعد التاكد والاطلاع على الدراسات، ويعني الرقابه الشديده اللي تمت على هذه الدراسات ما تمت على دراسات سابقه، وبالتالي لا تخافون، توكلوا على الله، هذه طبقه حمايه زياده حق اطفالكم وما عليهم الا العافيه. ان شاء الله. دكتور خالد كلندر استشاري بالأطفال، شكرا جزيلا لوجودك معنا ونتمنى السلامة للجميع. عبد الله الحين عندنا فاصل، تالي نكمل فقرات ليالي الكويت. خليكم معنا.